أهلا بكم مرة تانية، ما زلنا معكم في هذا الصباح، والآن حديث عن منتدى شباب العالم الذي تفصلنا عنه أيام قليلة. المنتدى حيقام في شرم الشيخ من 3 ل 6 نوفمبر، نسخته الثانية هذا العام تختلف عن النسخة الأولى العام الماضي في عدة محاور أو مجالات. يمكن الأرقام بتشير إلى تضاعف أعداد المشاركين هذا العام. السنة اللي فاتت كان 3000 شاب وشابة مشاركين في المنتدى، السنة دي ارتفع العدد ل 5000. بعد ما اتقدم للتسجيل في منتدى شباب العالم 122 ألف شاب وشابة من حوالي 194 دولة حول العالم تقدموا للتسجيل للمشاركة في منتدى شباب العالم لاختيار 5000 شاب وشابة. أيضا هناك 5000 فنان وفنانة تقدموا للمشاركة في العرض الفني أو مشاركة في مسرح منتدى شباب العالم، لأنه السنة دي برضو من ضمن الاختلافات أنه في مساحة للإبداع في من ضمن فعاليات المنتدى، هتدي مساحة للشباب لعرض يعني ألوان من الفنون المختلفة زي الغناء زي المسرح ستاند أب كوميدي، يعني عرض الفنون ومحاولة ل يعني إظهار مشاكل المجتمع أو قضايا المجتمع الهامة من خلال ألوان الفنون المختلفة. الحقيقة هذا العام يعني هيشهد منتدى شباب العالم تغييرات مختلفة وكبيرة، هنتابعها أكيد معاكم بالتفصيل لغاية بداية المنتدى. هنحاول نحن كل مرة نتعرف على جانب من جوانب منتدى شباب العالم. خلوني أرحب بضيفي النهاردة الدكتور كريم كرم، عضو حزب مستقبل الوطن وأحد الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم. صباح الخير دكتور كريم. صباح النور يا فندم. أهلا بك دكتور كريم. عايز أعرف الأول، أنا عارفة أن دي أول مرة لحضرتك تشارك في منتدى شباب العالم من النسخة الثانية، عايز أعرف إزاي تم الاختيار وإزاي أنتوا في حزب مستقبل الوطن بيتم اختيار الشباب للمشاركة في منتدى شباب العالم؟ اولا طبعا احنا قدمنا على الابلكيشن اللي كان موجود، قدمنا ورقنا وسجلنا البيانات، وكانت الترشيحات جايه ان في الحزب دايما عندنا نظام مؤسسي ان احنا بنتفق على المشروعات المطروحه وبنقعد نتباحث في المشروع الافضل للعرض عشان يبقى لينا صوره مشاركه ان كشباب الحزب ان احنا نقدر نقول ان احنا موجودين وان احنا عندنا افكار والافكار كمان قابله للتطبيق. يعني احنا مش مجرد بنعرض فكره، لا، احنا بنعرض فكره بالحل بكيفيه التطبيق والاداره بما يتناسب مع المستوى المصري مش المستوى اللي بره. فعرضت الفكره بتاعتي على رئيس الحزب بتاعي كان استاذ ياسر مهران، وعرضت عليه الفكره وشرحتها له، اعجب بيها جدا وقدمها لقياده الحزب. وكانت المشروع بيتكلم عن بما يخص قطاع الاعمال وتطوير والدواء، وبعد فتره قال لي قدم في الابلكيشن وهنقدر وهنبلغ. طبعا ده نتيجه لتخصصك، يعني هو كل شاب بيقدم في مجال تخصصه الافكار اللي ممكن ان هو يشرحها. مش شرط تخصص، يعني ممكن اكون انا صيدلي بس بفهم في التعليم فبقدم مبادره تعليميه، بفهم في الكوره فبقدم مبادره بالنسبه للنشاط الرياضي. فكان الفكره المهم الفكره تبقى جذابه تقدر تنفذها قابله للتطبيق ليها افاده للشباب، وده مين لي وبعد كده افاده لكل الناس. فكان في افكار كتير جدا اطرحت تم فلترتها وتم عمل اجتماع تقديم فيه كل الشباب اللي على مستوى الجمهوريه اللي هيقدروا ان هم باذن الله يمثلوا الحزب، وتم تقديم الابلكيشن والحمد لله وقع على جزء كبير من اختيارنا الحمد لله. ان احنا اعتقد ان احنا هنبقى مجموعه عمل قويه جدا باذن الله نقدر نفيد بيها المره دي. انا ما حضرتش الاولاني للاسف، ما تابعتش قوي برضو الاولاني كله، بس اللي عرفته ان في بعض المشاريع اللي وقع عليها الاختيار بعد المناقشه مع الوزراء تم اختيارها وتم عمل لجان لتطبيقها. فده حاجه رائعه ان انت تحس ان مشروعك او فكرتك قدامك هتتنفذ وهتفيد الناس. ده لوحده يعني احساس اصلا كانك عمل يعني كانك عملت حاجه، كانك صنعت حاجه بايدك، فاحساس رائع. وخصوصا كمان لو قدر لنا ان سياده الرئيس يحضر ويشوف ان فيش في مصر شباب تقدر تدير مؤسسات، مش شرط ان لازم تبقى انت عندك فوق ال50 زي ما احنا متعارف عليه في كل قطاع الاعمال عندنا، لازم تبقى فوق ال50 عشان تمسك قياده، ما ينفعش تبقى اصغر من كده. لا، احنا بنوري ان عندنا قيادات
من اول 30 تقدر وعندها الكفاءه والخبره وعندها كمان الحماس الشبابي اللي هو عايزهم عشان يبنوا مصر. طيب انا هاخد من كلامك جمله يعني لفتت نظري، انه الشباب لما بيحس انه افكاره بتبقى بتنتقل لحيز التطبيق بتعمل عنده بتخلق احساس جميل انه الانسان يحس انه هو بيساهم فعلا بحاجه ايجابيه. عايز اعرف حضرتك يعني ايه طموحك وحلمك من المشاركه في هذا المنتدى عن طريق تقديم المقترح بتاعك؟ انا عندي الطموح على كذا مرحله. طبعا طموحي ان انا ابقى ليا كيان في الحزب السياسي وليا كيان بره، لان انا طموحي مش مجرد ان انا ابقى صيدلي صغير، انا طموحي اكبر من كده باذن الله. تاني حاجه ان انا نفسي مشروعي ده يقدر يفيد بيه مصر، ويتقال ان المشروع الفلاني اللي نفع شباب في مصر ده من فكره وتاليف فلان. ثالثا انا نفسي اثبت لناس كتير جدا جوا مصر كانوا دايما بيقولوا علينا ان احنا الشباب متهور، ان احنا ما عندناش افكار، ما نقدرش ندير اي حاجه، ان نوريهم ان مجرد مؤتمر للشباب لو طلع منه فكرتين او ثلاثه ممكن تطلع مشاريع تدر دخل على البلد، وفي نفس الوقت تحل مشكله. احنا كنا انا شفت يعني سيمينار واحد بس في المؤتمر اللي فات. السيمينار ده كان بيشرح حل مثالي لموضوع بنتأزم منه كلنا اللي هو الزباله. حل جاب فيه اكتر من 15 صناعه طلعها جديده، جاب اكتر من 15 براند ممكن يتعمل عن طريق الزباله، دخلنا في ان احنا هنوفر ونحول للوقود الحيوي بدل الوقود. فافكار كانت قاعده، افكار دي لو اتطبقت هتنقلنا لقدام. احنا عندنا الافكار وعندنا الذكاء وعندنا الحماس الرهيب، محتاجين فقط الدعم والاكتشاف بس. طيب السنة دي مشاركتك في هذا المنتدى مع 5000 شاب وشابة، يعني عايز أعرف ممكن يكون الانطباع اللي عندك إيه إن أنت هتشارك في منتدى عالمي مع 5000 شاب من حول العالم من مختلف الجنسيات، في عروض مختلفة، في مجالات مختلفة، أفكار مختلفة، إيه يعني واقع التجربة عليك؟ يعني مش عايز أقول لك أنا حاسس بالفخر، أنا لما أكون زي ما يكون بتمثل علم مصر. نفس الفكره اللي هو ان انت قاعد في دوره اولمبيه وبترفع علم مصر، هي انا حاسس بالاحساس ده، ان انت هتقدر تتكلم وتقدر باذن الله تبقى مثال لشباب مصر كله وهو بيتكلم، واعرف كل دول العالم ان حتى لو عندهم تقدم، حتى لو عندهم فكره، حتى لو عندهم امكانيات اعلى مننا، احنا عندنا شباب احسن من اي حته، بس كل اللي محتاجينه الدعم. احنا مشكلتنا في مصر ما عندناش دعم، ما بندعمش الناجح، بنتعبه، بنوصله للاحباط والياس. لو وقفنا جنبه وفعلا مؤتمر الشباب ده يعني افضل فكره انا تقريبا شفتها من ساعه لما يعني من ساعه لما دخلت المجال سواء العلمي او السياسي، انه فعلا بيخرج كل الطاقات اللي عندك وبيقدر يديك كل الافكار وبيديك امل. قصه انك تدي الشاب امل يبقى انت كده بتقول له اتعب، اشقى، طلع افكار، انا ممكن اخد فكره من الافكار بتاعتك دي كلها، فكره واحده بس، ساعتها انت هتنجح. لو فعلا طبقنا الامل ده في كل مجالات الحياه عندنا، احنا هنعمل دوله اعظم من اي دوله في العالم، اعظم من امريكا نفسها كمان، لان هم بيعملوا كده، بيمشوا ورا الناجح حتى ينجح، مش بيخلوه يفشل. احنا عندنا هنا مشاريع، عندنا افكار، عندنا مخترعين. يعني انا شفت مخترع شاب جميل اسمه عبد الله المليجي، مخترع اكتر من 5 اختراعات ومحدش عارف عنه حاجه. ده لما هيظهر ويوري للناس كلها الاختراعات بتاعته، بجد احنا الواحد بيبقى فخور. ده بقول لهم ده مصري. بس احنا عندنا برضو مساحه يعني في المنتدى شباب العالم هذا العام ايضا في مساحه للابداع زي ما كان موجود السنه اللي فاتت لتقديم ابتكارات الشباب. الحقيقه يعني انا حضرت المنتدى السنه اللي فاتت، كان في مجموعه من الشباب مقدم ابتكارات هائله، بس زي ما قلت نقلها الحيز التنفيذ هو الفيصل الحقيقه في يعني في لمس يعني مدى نجاح هذه التجارب او المبادرات. عايزه اعرف من حضرتك يعني كيف يمكن استثمار هذا الملتقى العالمي، المنتدى العالمي اللي بيجمع 5000 شاب وشابه مع وجود يعني مسؤولين عديدين سواء من بره او من جوه للترويج لمصر، سواء في الاستثمار، سواء في السياحه، سواء في اي مجال من المجالات. انا بصراحه يعني لحد النهارده مش عارف اقتنع ان مصر مش عارفه تروج نفسها سياحيا. انا شفت الدول بره كل اللي عندهم صخره مائله وبيجيبوا سياحه قد مصر. فاحنا لا، احنا نقدر عندنا كميه اثار وكميه معابد وكميه
اماكن سياحيه تخلينا عندنا 10,000 ضعف الاسعار السياحه اللي احنا فيها. كل اللي محتاجينه ان احنا بجد لو مش عارفين نعمل احنا الترويج صح نجيب شركه تعملها صح. في شركات متخصصه. لا بس كده. يعني انا شايفه انه بدليل انه شباب منتدى الشباب سافروا عملوا ترويج لمنتدى شباب العالم قبل يعني قبل بدايته في بلاد مختلفه وفي محافل مختلفه، واعتقد ان هو ده اللي وصل للارقام اللي احنا بنتكلم عنها النهارده. انا مع حضرتك في دي ان احنا ده هو الطريقه، ان انت لما كل شاب بتنقل له التجربه بتاعتك وبتتكلم عن بلدك وبتوري له احنا عندنا 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 الكلام ده، هو يروح ينقلها لكل زمايله اللي حواليه. التجمع ده فكره يعني هتقدر لو قلنا مثلا 150 دوله، انت في 150 دوله عملت 150 رحله سياحيه بتقول لهم انا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. فده فرصه رائعه، ويعني انا نفسي وزاره السياحه ووزاره الشباب تستغل الموضوع ده، ان بجد هيبقى مثال رائع. انت عندك فرصه تاريخيه انك تنقل كل اللي انت عايز تعمله وتشرحه للناس، كفايه عن طريق الفيسبوك والانستجرام بس. طيب بس انا عايزه انتقل للحزب عندك، وعايزاك تنقل لنا تجربة اهتمام الحزب بشباب الحزب، يمكن ده انعكاس لاهتمام القيادة السياسية بشباب مصر. ازاي الحزب بيهتم بالشباب، بمبادرات الشباب، وبمشاركة الشباب في مثل هذه المنتديات او المحافل الهامة في مصر؟ تمام. احنا اصلا حزب المستقبل الوطني من اول ما اتعمل كان ليه رئيس، كان عشان نقول غير اسامي، كان ليه رئيس شاب صغير، وبدا الحزب الفكره دي ان احنا كلنا كنا مجموعه شباب، كلنا كنا خارجين متحمسين جدا لفكره الدخول في السياسه. اتطور الفكره وبدا يخش الخبره، وبدا تخش اعضاء مجلس الشعب معانا، وبداوا يعلمونا يعني ايه حياه سياسيه، بداوا يعلمونا يعني ايه تخش في مؤتمر، يعني ايه ترتب مؤتمر. الفكره ان هم فعلا بيحاولوا يطلعوا جيل جديد من الشباب اللي عنده الكاريزما وعنده الكلام وعنده طريقه التعامل مع الفن والجمهور، واديله الخبره السياسيه بتاعتهم. فالمزيج ده انا اعتقد ان المزيج ده باذن الله هو اللي هيقدر يقود مصر في الفتره القادمه. لما بنقعد نتكلم مع الناس الاكبر منا سنا والقيادات الكبيره المخضرمين في العمل السياسي، هم نفسهم مقتنعين بفكره ان الشباب قادم، ومقتنعين ان دورهم دلوقتي ان هم يخرجوا الجيل الجديد ويخرجوه بالمميزات بتاعت الشباب معاها مميزات الخبره اللي هم اكتسبوها على مدى السنين اللي فاتت. فانا فعلا يعني مش عايز اقول لك انا ببقى سعيد ساعات وبتعلم حاجات وانا قاعد غير تعليم الشغل. انت بتتعلم يعني الخبره والفن، فن التعامل مع الجمهور، فن التعامل مع الحياه السياسيه، فن التعامل مع الازمات، كل الحاجات دي احنا بنكتسبها منهم. وان شاء الله يعني انا بوعد الناس ان مش الحزب بتاعنا بس مستقبل الوطن، لا ده في احزاب اخرى جميله طالعه ممتازه، وكلنا عندنا حته ان احنا بنحب بعض. طب خليني اتكلم شويه عن مبادرتك الخاصه اللي هتتقدم بيها في منتدى شباب العالم هذا العام، اعتقد لها علاقه بتخصص حضرتك. تمام. انا بمثل شركه اسمها الشركه المصريه لتجاره الادويه. بمثل شركه اسمها الشركه المصريه لتجاره الادويه، الشركه دي من قطاع الاعمال. الشركه دي احد 11 شركه موجوده في قطاع الاعمال مسؤوله عن تصنيع الدواء المصري. الشركه احنا الشركات دي كانت بتمثل 70% من انتاج مصر في الادويه من حوالي اكتر من 20 سنه. للاسف بقدره قادر كده وصلنا بعد عقود من الاهمال ان احنا بقينا 7% فقط من انتاج مصر. فكانت الفكره ان الشركات دي عندها العماله المدربه، عندها خطوط الانتاج. فكل اللي محتاجاه ان هي استثمارات، محتاجه تسويق صح. ناقصها انها فعلا تنتقل للمرحله القادمه. المرحله القادمه دي محتاجه ايه؟ محتاجه يكون عندها فكر تسويق جديد، محتاجه يكون عندها طريقه اداره مختلفه عن طريقه الاداره الماضيه اللي ما حققتش نجاح في الفتره الماضيه. فكانت الفكره بتاعتنا ان احنا يتعمل مجمع تسويقي للشركات الانتاجيه كلها، بيتم عرض كل صنف فيها والصنف ده مسائله في السوق ايه، وازاي الصنف ده اقدر اعمل له يعني ايه مسائله في السوق. احنا مثلا عندنا الباراسيتامول، الباراسيتامول ده دواء ليه 10 مثلا مسائل يعني نفس الماده ونفس التركيز بس باسم اخر. الاسماء التجاريه يعني للشغل. الاسماء التجاريه للدواء ده. فاحنا المشكله عندنا ان الادويه اللي نفس اللي عندنا بتباع بكميات كبيره جدا، وفي نفس الوقت بتحقق ارباح، فعكس اللي عندنا بيحقق خسائر.
يبقى الحل في ايه؟ عندك التسويق غلط، عندك طريقة البيع غلط، عندك الديزاينز بتاع العلب غير مش مثيرة للعملاء، ما بتخليكش ان انت تجذب العميل ليك. فحققنا الفكرة دي ان انت هيتكون جروب، الجروب ده من كل شركة فرد صيدلي ليه خبرة في التسويق، هيقعد يعمل دراسة على كل صنف الاصناف دي كلها، هنحقق من كل شركة 5 اصناف، ال5 اصناف دول هنعمل لها ديزاين جديد، كل ده تطوعي من غير اي مقابل، ديزاين جديد، طريقة تسويق جديدة، طريقة بيع جديدة، ان احنا نقدر نوصل اي شركة من الشركات اللي بتعاني ان ال5 اصناف بتوعها دول هم اللي يقدروا يرفعوا ربحيتها بغض النظر عن باقي الاصناف بطريقة الكوست بلس وتطبيقها عمليا. ويعني لما شرحتها وطبعا كان في اساتذة تكاليف مالية قاعدين، فعلا الحمد لله عجبهم الفكرة وقالوا لي انك انت لو طبقتها مع دراسة مالية موثقة ليها الفكرة دي ممكن تنقل الشركات نقلة اخرى. فانا بجد يعني اتمنى ان الفكرة بتاعتنا تتطبق، لان انا بقيت 13 سنة في الشركة دي. عارف لما تحس ان انت ببيتك، فلما بيتك يبتدي يتهد بتبقى حزين، ده بيتك، حتى لو انت هتقدر تتغير وتروح مكان تاني بس تبقى حزين، ده بيتك اللي تقدر تقف وقف على رجله ويبقى افضل من 50 شركه مالتي ناشونال. بس مشكلته الاداره. معلومه، هي تجربه يعني عرض ان شاء الله تكون موفق باذن الله في منتدى شباب العالم. اخيرا بقى دكتور كريم، عايز اعرف يعني استعدادات الشخصيه واستعدادات الحزب والاحزاب المختلفه لهذا الحدث العالمي. زي ما قلت لحضرتك ان هم بنعمل حاجه زي سيمينار تدريبي، هتعمل ايه لما يكون في لما تخش المؤتمر، هتقدر تعرض ازاي طريقه عرضك، اشرح قدامي ازاي هتشرح البرزنتيشن اللي انت ممكن تتكلمها، عشان لو اخطات في طريقه، لو اخطات في اداء، لو كان اسلوبي غير يعني مش مدعوم بدراسه، فيقدروا ان هم يدوني خبرتهم يقولوا لي لا الطريقه الصح كذا. عملناها مره وباذن الله هنعملها مره برضو قبل ما موجود. استفدت بطريقه العرض، لان خلي بال حضرتك ان طريقه العرض قدام الوزراء غير طريقه العرض قدام رؤساء الشركات، بيبقى في بروتوكولات الواحد ممكن ما يبقاش عارفها، ففي حاجات دي انا يعني استفدت منها. طبعا يعني مش عايز اقول لحضرتك انا بقيت عامل زي نجم السينما في المنطقه عندنا، كله عارف ان انا خليني اقول ان انا اتمنى اني اقابلك ان شاء الله بعد المنتدى ما يخلص عشان اعرف انطباعاتك ومشاركتك وتقييمك للمشاركه كان عامل ازاي. بس خليني برضو اعلق انه يعني حضرتك نموذج من نماذج عديده هتشارك في المنتدى، بتشتغل بشكل مهني، بشكل محترف، بشكل متعمق، دراسات يعني بتاخد وقت وجهد وافكار قوية، موضوع مش هزار، موضوع فعلا يعني مأخوذ على محمل الجد من الشباب اللي بيشارك في المنتدى من سن 18 ل 40 سنة، مسموح له ان هو ومتاح له واخد الفرصة واخد مساحة من الوقت والحرية ان هو يعرض افكار جديدة. فالحقيقة يعني ان شاء الله تكون مشاركة طيبة باذن الله ليك السنة دي في منتدى شباب العالم، وكل التوفيق والنجاح لكل شباب مصر وكل المشاركين في المنتدى. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور كريم كرم، عضو حزب مستقبل وطن. شكرا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. بعد قليل نستكمل فقرات هذا الصباح التي لا تزال معكم حتى قبيل 10 بقليل، ابقوا معنا.